أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلاً هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم